يكون هناك تواصل بينه وبين الإعلاميين. لكن الكارثة أنه أن ظهر ترك الخليوي بخطاب خطير جدا فيه نوع من الإساءة، يعني حتى لم يكن يعني لم يحترم حتى وجود رجل الرياض الأول الأمير عبد الله في المؤتمر. يعني تخيل في بحجم العبارات المؤسفة اللي برزت من خلال الخطاب. هذا الخطاب كان أشبه ما يكون بالخطاب الثوري، وأنا قلتها مباشرة بعد ما شاهدته، إنه لم يكن خطاب يوضح الآلية، لم يوضح برنامج العمل، لم يوضح كيف تم، وإنما اعتمد لتصفية حسابات شخصية مع المختلفين، وهذه النقطة اللي احنا نختلف عليها. بالنسبة للتأثير كما أنت كما هو معلوم فهد، احنا كلنا نعرف احنا أبناء الوسط الرياضي، الوسط الرياضي هو أشبه ما يكون بالحلقة المتصلة، يتأثر سلبا أو إيجابا. يعني التناقضات اللي برزت لما تم تأجيل المؤتمر بعد يعني ما قال الإعلام كلمته والجمهور بأنه ربما يكون له تأثير على منتخب الإمارات ومنتخب السعودية ومنتخب الإمارات، حدث القرار واتخذ بالتأجيل. الآن منتخب السعودي في مباراة مفصلية، مباراة حاسمة، مباراة هي ربما تشكل الضوء الأخضر للتأهل أمام اليابان. أي نتيجة، أي إخفاق سلبي في هذه المباراة ستحمل تبعاته مباشرة لهذا المؤتمر ولهذه اللجنة ولهيئة الرياضة بالدرجة الأولى. كنا نتمنى أن يتم تأجيل هذا المؤتمر لأنه انعكاساته السلبية الآن كثير من اللغط، كثير من وسائل التواصل الاجتماعي، كثير من الإعلام، يمكن الحديث السائد الآن هو المؤتمر وردة الفعل. البرامج الرياضية على مدى اليومين الماضيين تفرغت لاستقبال تركي الخليوي والقدادي وما شابه. أنا أقول أنه هذه الأفكار رغم أنها جيدة من حيث الفكرة إلا أن طريقة تطبيقها على أرض الواقع فيه نوع من الخلل. أنا أقول بالإضافة إلى التوقيت، التوقيت طبعا يعني مخجل بصراحة لأنه مؤثر سلبي على المنتخب. وأنا أقول لك إياها، أقول إن شاء الله المنتخب السعودي سيكسب أو يخرج على الأقل بالتعادل مع اليابان، لكنني شخصيا محبط يعني ومتشائم من هذه المباراة لأنه اللغط الكبير السائد في الوسط الرياضي ربما ينعكس سلبا حتى على اللاعبين، لأن اللاعبين هم من أبناء الأندية. أنا أرجع في نقطة إن سمحت لي فهد مرتبطة بفريق العمل أو بلجنة التوثيق أو حتى برأي الهيئة العامة للرياضة. أيهما أكثر أهمية بالنسبة لرياضة كرة القدم، الأندية الأهلي والنصر والاتحاد أم فريق العمل؟ حينما أنا أركز على إظهار هؤلاء المسيئين الذين أساءوا للنصر والهلال بتغريدات كبيرة والأهلي وأظهرهم على أنهم يوثقون التاريخ وأتجاهل هذا الغضب العارم من الأندية والبيانات اللي صدرت بشكل رسمي لرفضها كامل الرفض للتوثيق، فأنا أعتقد أنه في هنا حلقة مفقودة. يجب على المعنيين والقائمين على الرياضة السعودية أن يعدلوه حتى لا نخسر المستقبل. عندنا الآن منتخب شباب وصل إلى نهاية كأس العالم، عندنا مقدرات كبيرة وكفاءة عالية، ولكن مثل هذه الأساليب بصراحة فيها نوع من التعنت ونوع من العناد، وهذا لا يخدم الرياضة السعودية. يعني تشوف أبو نواف أن في أندية يعني لها بطولات لم تحتسب من خلال الأرقام والنتائج اللي أعلنتها اللجنة؟ فيه طبعا، يعني خليني أقول لك بيان الاتحاد أمس كان واضح. يعني الآن مثلا دوري بطولة يعني الدوري المشترك وضعوه على أنه دوري أنه بطولة منفصلة، على أي أساس؟ مخالف للمعايير الموضوعة. أيضا هناك بطولة المصيف أيضا يعني وفق المعايير المعتمدة من قبل اللجنة يعني أسقطت. فأنا أشوف أنه كان يفترض أن يكون في تنسيق. أرجع وأقول أنه الأندية هي المعنية بتوثيق بطولاتها. الأهم أنا أخذ الأهم، تتكلم عن تصنيف البطولات، هم صنفوا ثلاث تصنيفات A و B و C. أقصد أنه البطولات معنية بها الأندية، هذه مكتسبات تاريخ. أرجع أقول يا فهد أنه اللي يخدم المصلحة العامة للرياضة هي الأندية. يعني خليني أقول لك على سبيل المثال، النصر قدم لنا ماجد عبدالله للمنتخب، ماذا قدمت لجنة التوثيق؟ الاتحاد قدم لنا أحمد جميل والخليوي، ماذا قدمت لجنة التوثيق؟ الأهلي قدم لنا محمد عبد الجواد وخالد مسعد وصف كبير من النجوم الكبار، ماذا قدمت لجنة التوثيق؟ إلا مجموعة من المتعصبين اللي يستغلوا وسائل التواصل الاجتماعي إلى الإساءة وبث الفرقة في الوسط الرياضي، وهذا مكمن خلافنا. أرجع وأقول نحن كإعلاميين، أنا أتكلم بلساني كإعلامي وأنا أعتقد أن الجميع شاطرني في ذلك، نحن مع الفكرة كفكرة، ولكن الآليات اللي اتبعت والأشخاص اللي وضعوا أو اختيروا لذلك، طيب، أنا أعتقد أنه هو سبب اختلافنا الجذري في هذا الجانب. السؤال